الألوفيرا. الألوفيرا أو صبار هي من النباتات المعمرة وتستخدم لعلاج البشرة والشعر والحروق وللكثير من الفوائد الأخرى. تعتبر الألوفيرا من أهم الأدوية التي كانت تستخدم في القرن الثامن والتاسع عشر لعلاج مشاكل الشعر والبشرة المختلفة. وفي هذا الفيديو سنتحدث عن فوائدها الجمالية بالإضافة إلى فوائدها العامة. فوائد الألوفيرا الجمالية: تعالج حب الشباب بكفاءة وفعالية، ويمكن استخدامها عن طريق وضع 6 ملاعق كبيرة من عصير الخيار و4 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا وملعقتين كبيرتين من اللبن الزبدي في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسل البشرة جيدا بالماء. تعالج حروق الشمس: يمكن استخدامها عن طريق وضع بياض بيضة وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر و4 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا ونصف ملعقة صغيرة من زيت البابونج في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسل البشرة جيدا بالماء. تساعد على إزالة أثار الجروح: يمكن استخدامها عن طريق وضع ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا وملعقتين كبيرتين من ماء الورد في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسل الوجه والرقبة بالماء البارد جيدا. تحد من ظهور التجاعيد على البشرة: يمكن استخدامها عن طريق وضع صفار بيضة وملعقة صغيرة من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسل البشرة جيدا بالماء. تزيد من نضارة البشرة: يمكن استخدامها عن طريق وضع ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي وملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي ونصف ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسل البشرة جيدا بالماء. فوائد الألوفيرا للشعر: تخلص الشعر من القشرة. يمكن استخدامها عن طريق وضع ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا وملعقتين كبيرتين من زيت شجرة الشاي في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة، وبعدها غسل الشعر جيدا بالماء. تزيد من لمعان الشعر: يمكن استخدامها عن طريق وضع ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، وبعدها غسل الشعر جيدا بالماء. تساعد على نمو الشعر: يمكن استخدامها عن طريق وضع ربع كأس من زيت جنين القمح ونصف كأس من حليب جوز الهند ونصف كأس من جل الألوفيرا في وعاء وخلطهم جيدا، ثم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها غسل الشعر جيدا بالماء. فوائد الألوفيرا العامة: تعالج الجروح بفعالية كبيرة، تخفف من الكدمات الزرقاء، تعالج البثور التي تظهر على الوجه، تحد من الطفح الجلدي، تخفف من أعراض مرض الصدفية، تعالج الندبات التي تظهر على الجلد، تساعد على الحد من الثأليل، تفتح لون الجلد، تعالج التهاب المفاصل وخاصة التهاب الروماتيزم، تحد من الربو، تقلل من الإمساك، تحد من اضطرابات الجهاز الهضمي، تخفض مستوى ضغط الدم، تعالج قرحة المعدة، تخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي، تخفض نسبة الكوليسترول في الدم،
تعالج التهابات العيون المختلفة، تعالج أمراض الأسنان واللثة، تقلل الإصابة بأمراض المسالك البولية المختلفة، وأخيراً تستخدم لإزالة المكياج.